الار 2 بيتر ذان 1 انيشال كومبينيشن ثيرابي ان تايب 2 دايابيتس ميليتس. اوكي حظ حلو ان انا افضل معاكم فتره اطول يعني. بشكر مره ثانيه الرئاسه على انها تحملتنا الفتره دي كلها، وبشكر شركه سانوفي لدعوتها ان انا اكون معاكم النهارده علشان السيمبوزيوم بتاعهم. دي محاضره زي ما انتم كلكم عارفين سبونسرد بشركه سانوفي، وبتتكلم على الفيكسد ريشيو كومباينيشن لمولوكيول هم عاملينه عباره عن كومباينيشن ما بين البيزل انسولين بتاعهم اللي هو الجلارجين وجي ال بي 1 ريسبتور اجونست بتاعهم برضو اللي هو ليكزي زيناتايت. هم عملوا فيكسد ريشيو كومباينيشن منه واشتغلوا عليه وشافوا ده ممكن يضيف ايه لمريض السكر، وخصوصا في الدايليما بتاعه مريض السكر اللي احنا لسه عمالين نتكلم فيها، خايفين من الهايبوجلايسيميا وخايفين من الهايبرجلايسيميا. على فكره مش خايفين من حاجه ثانيه، هم الهايبو والهايبر. فهم اي حد بيعمل ادفانس جديد بيقول لك انا هظبط الهايبرجلايسيميا ومش هدخله في هايبوجلايسيميا، واللي بيثبت بلاء حسنا في الموضوع ده بنقول له احنا شاكرين. الصوره دي انا بحبها، ده عموما في اي لتريتشر الصوره دي جميله جدا. اللي بتقول لك ان العيان وانس ان الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه بقى من 8.5 ل 9، اعرف ان الفاستنج بلاد جلوكوز والتو اور بوست برانديال الاثنين مش جيدين. قبل ما يوصل ل 8.5 بيبقى المين بروبلم عنده في البوست برانديال هايبرجليسيميا، وبعد ما بيعدي 9 بيبقى المين بروبلم في الفاستنج. تفتكروا ليه؟ ليه في المراحل الاولانيه المين كونتريبيوتر فور هيموجلوبين اي 1 سي هو اللي بيشكل هيموجلوبين اي 1 سي هو البوست برانديال، لكن بعد ما بنعدي 9 بيبقى المين كونتريبيوتر اللي بيشكل الهيموجلوبين اي 1 سي هو الفاستنج؟ حد عنده اجابه؟ لو حد عنده اجابه يقول لي. اتفضلي. تمام، شكرا يا فندم. يعني هي نفس الاجابه بتاعت الاستاذ عبير، ان في المراحل الاولى من السكر، السكر اللي خلايا البنكرياس لو تفتكروا بتفقد ايه من قدرتها؟ الايرلي فيس، ده اللي بتفقده من قدرتها الايرلي فيس اوف انسولين سكريشن، وده بيسمح ببوست برانديال هايبرجليسيميا. لكن الليت فيس ساعات بيبقى اوجمنتد وزياده، وده ما بيخليش ان بتوين السكر يعلى، لكن بعد الاكل لازم السكر يعلى على طول، ويطلع بقى شويه انسولين بين الوجبات يحفظونا علينا من ان يحصل فاستنج هايبرجليسيميا. لكن في الليت دايابيتس بقى البيتا سيل وقعت خالص، مش لا هتطلع لك انسولين وقت الاكل ولا انسولين وقت الفاستنج، فانت على مدار ال 24 ساعه البيزل سيركمستانسز بتاعتك انك حاله هايبر. فانس ان الفاستنج عالي ما بني على باطل فهو باطل، يعني هو الفاستنج هيطلع تصحى الصبح تلاقيه 200، يبقى بوست براند مش هتلاقيه 300 وهتلاقيه 400، ما بني على باطل فهو باطل. فعلشان كده لو الفاستنج هايبرجليسيميا هي بقت ايفيدنت عند العيان بتاعنا، فتوقع ان السكر بتاعه او الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه هيبقى طول الوقت عالي جدا، وبنوصل بقى ل 9 و10 و11 و12 و13 وحاجات لطيفه جدا يعني. طيب لو احنا عرفنا التقسيمه بهذا الشكل، يبقى احسن ميديكيشن تديها للمريض هي ايه؟ الميديكيشن اللي هتكنترول بوث بلاد جلوكوز ليفل سواء كان فاستنج او بوست براند. ويمكن ده برضك بيتوفر من استخدام الكومباينيشن بتاع البيزل انسولين توجذر ويز الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست. الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست بيشتغلوا ازاي؟ مينلي انا لما بدي واحد جي ال بي 1 ريسبتور اجونست ببقى عشمان في ايه؟ عشمان انه يروح على البنكرياس عند الايلتس اوف لانجرهانز ويعمل نوع من الريفريشمنت والري اكتيفيشن لكل الايلتس ليها كلها ايزر الفا اور بيتا الاثنين على فكره. فبالتالي انا لما بدي جي اللي بوار ريسبتور اجونست زي الليكزيزيناتايد بتاعنا هنا اهو، ودي للمريض بتاعه ويروح على البيتا سيل يخلي البيتا سيل ريفريشت،
مور ريسبونسيف للهايبوجلايسيميا، للهايبرجلايسيميا لو حصلت، فيطلع لها انسولين. انا كل اللي عملته رحت فوقت بيتا سيل، فجي لي بوار ريسبتور اجونست بيعمل ايه؟ بيروح يفوق البيتا سيل، فتريسبوند مور فيسيولوجيكالي للتغيرات بتاعه البلاد جلوكوز. فلو فيها يحصل هايبرجلايسيميا بيتا سيل تشتغل. طب لو العكس، لو الانسولين اللي انا اديته كان كتير والعيان برون انه يدخل في هايبوجلايسيميا، اتصور الفا هتشتغل وتطلع لك جلوكاجون في وجود الجي اللي بوار ريسبتور اجونست. عشان كده من الحالات النادره انك تلاقي واحد بياخد جي اللي بوار ريسبتور اجونست ويحصل له هايبوجلايسيميا. هي نفسها اللي ممكن تريستور الفسيولوجيك اكشن والفسيولوجيك فانكشن اوف بيتا سيل علشان تريسبوند فسيولوجيكالي للهايبرجلايسيميا بان تطلع اكسترا اماونت اوف انسولين. هي نفسها لو لاحظت ان البلاد جلوكوز ابتدى يقل، لان تاثيرها على الالفا سيل برضه بيبقى يعني نوع من الريفريشنج او نوع من الاكتيفيشن، فتلحق انه ما تدخلنيش في هايبوجلايسيميا. فبالتالي المولكيولة دهية، العيلة دهية، جي ال بي ور ريسبتور اجونست فعلا بروتكت اجينست هايبرجلايسيميا اند بروتكت اجينست ديفلوبينج هايبوجلايسيميا. طيب لما يكون عندك عيان بيشنت ويز تايب 2 دايابيتس وانت ابتديت مع العيان ده اورال ثيرابي وابتديت له في الاورال ثيرابي ميتفورمين كالقاعده، وبعد الميتفورمين العيان ما استجابش فقلت طب هدي له دي بي بي 4 انهبيتور برضه ما استجابش، قلت طب هشوف سلفونيروريا برضه ما استجابش، حلنا المشكله ده هي ان قال لك اتس بيتر تو ستارت كومباينيشن اورال ثيرابي ايفن فور نايف بيشنت. والمنطلق لطيف جدا ان معظم الاورال انتي دايابيتيك ايجنت ما بتقدرش تقلل الهيموجلوبين اي مون سي باي مور ذان 1% في الاغلب، في الاغلب موست اوف ذا اورال انتي دايابيتيك ايجنت ما تقدرش تقلل البلاد جلوكوز مور ذان 1%. انت لما بتشوف الدايابيتيك نايف بيشنت يا ريت، يعني نادرا ما بتلاقي العيان جاي لك بهيموجلوبين اي 1 سي 7 حتى او 7.5 على طول فوق الثمانية، النايف دول فوق الثمانية، والنجلكت واللي بقى لهم زمان بنتكلم عن 9 وحاجات زي كده. فالحقيقه اتس بيتر انك تبتدي بكومباينيشن ثيرابي من الاورال ايفن علشان تحقق ايه؟ عشان تحقق هيموجلوبين اي 1 سي ريزنبل باي مور ذان 1% علشان تدخل في العيان في السيف اريا اللي هي less than 7. ده على مستوى الاورال. تصور بقى لما العيان بقى اخذ اورال ديوال ثيرابي وكومباينيشن ثيرابي واضفت بقى تريبل ثيرابي او وستيل نوت ريسبوندنج، انت هتحتاج انجكشن. هتحتاج انجكشن. لما تيجي تحتاج انجكشن كنا زمان بنيجي عند نقطة الاد اون في الانجكشن سيرا بنقول يا ترى هندي بيزل انسولين لايك جلارجين ولا هندي جي اللي بيور ريسبتور اجونست. وقعدنا كده فترة لحد سنتين فاتوا الجايد لاين اللي بيعملوها الخواجات احنا بنتفرج عليهم وما بيعملوها، وبعد ما بيعملوها بنقعد نقولها لبعض لحد للأسف الشديد، يعني قدامنا وقت طويل علشان نعيد صياغة هذا الأمر، إنما ده اللي بيحصل. فمن سنتين ابتدوا يقولولنا لا، لو أنت جيت عند مفترق طرق والأورال أنتي دايابيتيك إيجنت مش قادر تجيب نتيجة معاك، اتس بيتر إنك تستارت بالأنالوجز بالجي اللي بيور ريسبتور أجونست. مع إن إحنا في فترة سابقة كنا بنقول نبتدي بيزل إنسولين ونبتدي بيزل انسولين الاول. ليه؟ لان احنا متفقين ان البيزل انسولين مينلي بتشتغل على الفاستنج، فانت لو ظبطت الفاستنج الامور كلها بتبتدي تكمل بتبقى كويس. لكن عملوا هم عملوا ترايلز وعملوا ستاديز وقالوا لا، اتس بيتر انك تبتدي جي اللي بوار ريسبتور اجونست في البدايه. في عندنا دايليما هنا في جي اللي بوار ريسبتور اجونست، هل هي لونج اكتنج اللي بتستخدم وانس ويكلي ولا شورت اكتنج اللي بتستخدم وانس ديلي؟ وفي مجموعه من الفروقات اللي بينهم. الحقيقه جي اللي بوار ريسبتور اجونست اللي عندنا اللي هو الليكزيجينوتايد بتاعنا ده اهو كاتيجورايزد على انه شورت اكتنج، وبما انه شورت اكتنج في بعض الميزات ليها، اهمها انه ما بيحصل لهاش تاكي فلاكسز. اي لونج اكتنج دراج مع الوقت بيحصل ديسنسيتيزيشن له وتلاقي الجسم بطل يستجيب له وما تحتاج تزود الدوز، او الدوز ما عادتش تجيب نتيجه. عكس اني ميديكيشن شورت اكتنج بتشتغل بالنظريه الشهيره بتاعت هيدن دران
اضرب واهرب. مين بيشتغل بطريقه هيد اند ران دلوقتي؟ مين اشهر ناس عمالين هيد اند ران دلوقتي؟ شكرا. الشباب اللي في غزه شغالين هيد اند ران، الله ينور عليهم يعني، ويقووهم وينصرهم يا رب. فالادويه اللي هي شورت اكتنج زي جي ال بار ريسبتور اجونست بتشتغل هيد اند ران، بتضرب ضربتها وتهرب، فالريسبتورز ما بتعرفش تعمل يحصل ديسنسيتايزيشن ولا بيحصل تاكيفلاكسيس، وبتفضل از افكتيف از فتره طويله جدا. وهم عملوا ترايلز في الموضوع ده ولقوا فعلا ان استجابه الجسم للليكزيزينتايد بعد فترات طويله من استخدامه بتفضل هي هي، نفس الافكت بتاعها على الهيموجلوبين اي 1 سي، نفس الافكت بتاعها على الفاستنج بلاد جلوكوز، نفس الافكت بتاعها على التو اورز اند سو اون. فنرجع تاني للنقطه الاولانيه، لما تيجي عند مفترق الطرق يا ترى هتختار الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست ولا هتختار البيزل انسولين؟ لحد ما اخواننا بتوع سانوفي عملوا الفيكسد ريشيو كومباينيشن بتاعهم، وابتدى الكلام يبقى يقول ولا نبتدي فيكسد ريشيو كومباينيشن. في الفيكسد ريشيو كومباينيشن زي ما قلت لك هم عملوا كومباينيشن بين الجلارجين والليكزيسينتاي، وقارنوا ده هو بمجموعات تانية ماشية على الانسولين العادي سواء البري ميكسد او، وكانت النتيجة الحقيقة رائعة جدا. مش يعني النتيجة انك لما تستخدم الفيكسد ريشيو كومباينيشن من جي ال بي 1 ريسبتور اجونست مع الجلارجين، كانت النتيجة ريجاردنج الهيموجلوبين اي 1 سي مور ريدكشن، وريجاردنج الهايبوغلاسيميا تقريبا ذا سيم، وان يحصل تاكيفلاكسيس ما بيحصلش. لكن ظهر كمان فاكتور تاني مهم جدا، ويت ريدكشن كومباينيشن بتوين بيزل انسولين اند ليكزيسينتايد بيساعد على انه يعمل افكتيف ويت ريدكشن. واحنا عارفين تاثير الويت ريدكشن في كل حاجه في الدايبيتك بيشنت ممكن يفرق معانا ازاي. الصوره دي انا بحبها، زي ما انت شايف الامباكت اللي بالاصفر اللي تحت ده هو ده الشورت اكتنج جي ال بي 1 ريسبتور اجونست مأثره ازاي مقارنه بالبيزل انسولين. يعني البيزل انسولين بعد فتره هتلاقي الافكت بتاعها ابتدى يقل، لكن هي استمرت الحقيقه الاصفر اللي تحت ده هو عماله تعمل بيتر بلاد جلوكوز كنترول، وما بتسمحلوش بالعلو خالص. وهو ده اللي خلانا طبعا ريكومند ان احنا نستخدم ساتش كومباينيشن ايرلي ان ذا جيرني اوف مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس. وهم الحقيقه في سانوفي يعني انا ابريشيت الفكره بتاعتهم ان هم حطوا الفيكسد ريشيو كومباينيشن ده في بطريقه ذكيه في تو كونسنتريشن. ايه تو كونسنتريشن؟ اهو نوريهم لكم. طلعوا لي قلمين، احنا عارفين ان كل الانجكشن دلوقتي بنفضل البينفل، الحقيقه فرقت كتير او السمارت بينفل عن الانجكشن والسرنجات والحاجات دي. فهم الحقيقه نزلوه في تو بينز لايك ذات، واحد اصفر والتاني اخضر، بس انا مش عارف الاخضر طالع جراي كده ليه. يعني هو طالع جراي ليه مش جرين جرين يعني زيتوني كده؟ يعني كان ممكن يخلوه اخضر احلى من كده. ايه الفرق بين الاصفر والاخضر؟ بصوا الفرق ده مش سهل على فكرة. القلم الأصفر ده عبارة عن جلارجين 100 وحدة ومعاه الليكزيسينتايد 50 مايكروجرام، والمقابل القلم الأخضر هتلاقيه لطيف جدا في 100 وحدة انسولين جلارجين برميلي ومعاها 33 مايكروجرام ليكزيسينتايد. ملاحظ الفرق حضرتك؟ كمية البيزل انسولين هنا زي هنا، لكن كمية الجي اللي بيور ريسبتور اجونست في القلم الاصفر اكتر وفي القلم الاخضر اقل. القلم الاصفر كمية او تركيز المادة الفعالة فيه بنتكلم دايما يقول لك 50-100 او 30-60. ايه 30-60؟ والتاني اسف 10-40 والتاني 30-60. الاصفر العداد بتاعه بيبتدي من 10 لحد 40، والاخضر العداد بتاعه من 30 ل 60. نفهم من كده ايه؟ ان انا لما اكون عايز ابتدي الفيكسد ريشيو كومباينيشن هبتدي بالاصفر عشان بقدر ادي 10 12 14 ازود جراديولي حسب الريسبونس بتاع العيان. اللي هنا هيبقى مرتبط بمين هذا الريسبونس؟ برضك بالفاستنج بلاد جلوكوز. طب انا عمال ازود ولقيت العيان ما بيستجبش،
جبت اخري ولقيت العين ما استجابش، هروح على الالم الثاني اللي هو بداياته 30 لحد 60 عشان ادي لارجر دوزز. انتوا شايفين ان الموضوع ده سمارت؟ ليه في المراحل الاولانيه انا كنت مركز ان التركيز بتاع الانسولين ده، هي دي اخر واحده والله ما هقول غير، يعني انتوا استحملتونا في اللي فاتت دي كلها وجايين على دي، هي دي دقيقه حاط حقك عليا. بس الموسيقى كانت مرعبه يعني، كانت فزعتني الحقيقه. لما بنبتدي في الاول انا ليه يعني ببتدي بتركيز العشر اربعين في المراحل الاولانيه يا دكتور؟ مين اللي فيه مشكله اكتر، البوست برانديال ولا الفاستنج في المراحل الاولانيه؟ ها البوست برانديال. يبقى البوست برانديال لما تكون عايز تشتغل عليه، تشتغل عليه بيزل انسولين ولا جي اللي بوار ريسبتور اجونست؟ احنا لسه مخلصينها جي اللي بوار ريسبتور اجونست، علشان كده هتلاقي تركيز الجي اللي بوار ريسبتور 50 مايكرو جرام، لكن ستيل برغم كده العيان مش راضي يستجيب. تعرف ان المشكله لطت الفاستنج، وانت علشان تو ادريس الفاستنج اتس بيتر انك تكبر في مين؟ البيزل. فانا بالتالي هدي بيزل انسولين اكتر وجي اللي بوار ريسبتور اجونست اقل. هي دي كل الفكره، ليه في ألمين وليه في الاول بنبتدي بالالم الاصفراني وبعد كده في العيان ستيل نوت كنترولد؟ هتعرف انك انت يو هاف تو ادريس الفاستنج، فبالتالي محتاج لارجر دوزز من بيزل انسولين وحتى كونسنتريشن اقل من جي ال بي ار ريسبتور اجونست علشان تقدر تو كنترول ساتش دايابيتيك بيشن. الشفت سهل جدا لو انت بتبتدي من الاول اتس بيتر. دايما لما بنبتدي بتبتدي بجرعات صغيره بالالم، العيان نايف وما خدش انسولين قبل كده وانت شايف ان هو محتاج في الفري فيكسد كومبينيشن، فانت المفروض بتحتاج بسمولر دوز وتاب تايتريت فيري جرادوال، يعني 10 12 14 حسب الريسبونس بتاع العيان. اما لو العيان اوريدي كان ماشي على بيزل انسولين ونوت كنترول، فغالبا بنلقي نفس الكميه بتاعت البيزل انسولين على الالم الجديد، وغالبا ده هيبقى الالم الاخضر. يعني سي ان عيان كان بياخد بيزل انسولين وصل ل 40 وحده في اليوم مش راضي يستجيب، والهيموجلوبين اي 1 سي وحش والفاستنج بلاد جلوكوز وحش، فانت هتديله الفيكسد كومباينيشن وتحاول تديله نفس الكميه من البيزل انسولين وشويه عليهم جي ال بي ار ريسبتور اجونست علشان تعمل بيتر كنترول فور يور دايابيتيك بيشنت. ثانك يو فيري فيري ماتش.